صبحكم الله بالخير. الشاشة مظلمة، جهازك ما في شيء. 6/10 التسجيل من ون بلس 5. شايف جودة الشاشة؟ من كثر ما الشاشة تسمو، جهازنا قدم لك الجودة هذه. سالفة تقنية قصيرة. في سنة 2004 كنت من عشاق سلسلة OQO، كانت عبارة عن ميني بي سي. في ذلك الوقت كان الجهاز عبارة عن OQO01 OQO01 Plus. الأول كان برام 256 ميجا. لما جيت بشتري OQO01 جمعت فلوسه، قلت تدري شلون، خلنا نروح حق البلس توه نازل عشان الرام أعلى. ففي ذلك الوقت جاني مهندس، كنت أظن أن المهندس يعني يفهم، قال عبد الرحمن لا تأخذ البلس، خذ العادي، ترى الفرق 256 ميجا بس بالرام. وقال لي ما تحتاج 512 ميجا يا جماعة، 512 يعني نص جيجا رام، ما تحتاج على نظام ويندوز اكس بي، ما تحتاج اصلا 512. اشتريت النسخة OQO01 ولعنت ابو اليوم اللي اشتريت فيه النسخة، لا ابو اليوم اللي استشرت فيه المهندس. الجهاز في ذلك الوقت كان سعر 1500 الى 2000 دولار على حسب القطع اللي مضافة له. انا فرطت باني ما ادفع 150 دولار علشان طلبت نصيحة مهندس، وحصلت على تجربة سيئة جدا على ويندوز اكس بي في ذلك الوقت، بينما كنت اقدر ادفع 150 دولار واحصل على 500 نص جيجا رام وارتاح. الجهاز الوحيد اللي فرحت لما انكسر، فرحت كان يوم فرحة طاح مني بالشارع، وفرحت لما انكسر، طاح وتفلش وكنت سعيد، كله بسبب نظرية الحاجة. هو حط نفسه مكانك، ما جرب الجهاز، ما يعرف عنه شيء، وافترض ان 256 كافي. رسالة اليوم: لستم أوصياء على حاجات الناس أو تطلعاتهم حتى. لعلكم تذكرون 256 ميجا سابقا، حاليا اللابتوبات 8 جي بي يلا تعطيك أداء جيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لهذا الجزء من هذا اليوم. بس إيش رأيك بتصوير ون بلس 5؟هذه بس للتجربة لجهاز مي ميكس 2 قبل كتابة التقرير النهائي لتجربة الكاميرا الأمامية، وراح أجربها على الانستغرام بعد. للمقارنة هذا التسجيل من خلال جهاز ون بلس 5 نسخة 8 رام، ممكن تقارن قوة الميكروفون والشاشة على نفس الزاوية. تجربة الكام الخلفي يعني ما علي، ما في شيء قابل للتصوير حاليا، لكن جولة سريعة. سناب شات عبر نوت 8 للمقارنة، خلنا نشوف الفوكس. الفوكس تمام. أنا طلبت هذه الحقيبة، المفروض أن هذه الحقيبة مقاومة للسرقة، حصلت على يعني تمويل من كيكستارتر، يعني ممكن تعتبر الحقيبة قديمة شوية لأنها نازلة من سنة، لكن كان التمويل والطلب ضغط عليه، فحاليا ممكن تشتريها من أمازون مباشرة. الفكرة ممتازة جدا، يعني إذا تبون أرفع لكم الفيديو هذا بس طويل 4 دقائق. إلا الفكرة بشكل سريع هي أن الحقيبة مقاومة للسرقة، فيها السحاب من الداخل. انا ما ادري اذا شرحتها من قبل وسناب قبل سنة، والله مو متأكد، بس عموما ذكر من جديد، السحاب من الداخل، تواجد مخابئ للكريدت كارد امامية وللموبايل بالجانب، يعني السرقة عادة تكون من الخلف فصعب يسرقه. طبقة حماية مقاومة للكتر، اضاءة خلفية، شحن من خارج الحقيبة موصل بباور بانك داخل الحقيبة. هذا الشكل التنسيق من الداخل، فيها توازن طبعا، مشارحي لك فوق موضوع التوازن. والله السير مهم هذا.
هي سيفتي لوك تشتري خارجي يربط ال يعني قطعتي سحاب مع بعض. طبعا انسب مكان تشتريه هو امازون، يعني هذه مثلا مزورة او فيك، يعني افضل انك تاخذها من امازون. مساكم الله بالخير، 6/10 تسجيل من ون بلس 5. شويه تعديلات فنيه ومو فنيه بعد. بدايه لا تسب الدهر على العين والراس، يعني ولو ان الناس كلها صارت مطاوعه على راسي، لكن حق على العين والراس واعتذر لك. يعني لا بأس، يعني وجب استغفار الله اذا كان هذا الحديث صحيح، ويعني الانسان خطأ. هذا بخصوص، والقصد ما كان لعنة الدهر، كانت الفكرة في أن اليوم هذا كان سيء، هو تعبير يستخدم عامية، يعني هو خطأ طبعا. وليس عن الصورة، هذا هو مقدار استغلال الشاشة بالنسبة للهيكل للهواتف. وبالنسبة للميمكس 2 تصوير الكاميرا الأمامية، الواضح أنها غير جيدة على السوشيال ميديا، تصويرها العادي جيد، تصوير الكاميرا الخلفية ممتاز بالوضع الطبيعي. بالنسبة للحقيبة وتواجدها محليا، غالبا ما أشتري من السوق المحلي لعدم ضمان انها اصلية ولا لا، فاشتري بالمصدر. تدخل الموقع الرسمي للمنتج وتشوف هل هو يبيع اونلاين ولا عنده وسيط اونلاين، وتشتري من خلال هذا الوسيط. بالنسبة لبطارية زيرو لمون المخصصة للنوت 8، لما حطيتها انا على الانستغرام صار طبعا لغة البطارية، نفذت اصلا، يعني مو تقول لي مثلا والله ما عليها طلب اسوي عليها خصم، البطارية اوت اوف ستوك، فهي غير متوفرة لكثرة الطلب عليها، وهذا يدل على أن البطارية حاجة لهذا الجهاز. بخصوص انتفاخ بطاريات آيفون وانتم بكرامة، التعليق هو التالي: اللهم أني من الشامتين، أشهد الله تعالى أني من الشامتين، واللهم شماته. وأتمنى زيادة عدد هذه الحالات، وبشوف وقتها هل الشركة مهنية بما فيه الكفاية لسحب الكمية من السوق نفس سامسونج. وعلشان ما حد يزايد علي والأبل فان بوي أو الأبل فان بيبي، تابع شنو قلت عن النوت 7 لما احترق. بخصوص سامسونج، الصف منشق إلى جزئين، جزء يقول عبد الرحمن يحب سامسونج، وجزء يقول عبد الرحمن ما يحب سامسونج، والمحبة ما لها مصلحة. أنا رجل فني أقرأ الأرقام وأجرب بنفسي، كان الجهاز ممتاز راح أقول لك ممتاز حسب تجربتي، كان مو ممتاز راح أقول لك غير ممتاز. واسم العلامة التجارية ما يعني الكثير، الأرقام والتجربة هم الأهم عندي، وزكيت أجهزة غير معروفة. هني أقول للتاريخ، سامسونج الأم في إدارة الأزمة لجهاز جالكسي نوت 7 كانت مدرسة في إدارة الأزمات. عند حصول أول مشكلة بدلوا الأجهزة للناس، عند حصول ثاني مشكلة رجعوا الفلوس، وفي نفس الوقت اعتذروا في كل مكان، وحطوا أقسام في المطارات لاستبدال الهاتف في المطار فورا، إرجاع أموالك واستقبال الهاتف. وتم اعطاء الناس خصم على منتجات سامسونج الحاليه في ذلك الوقت او القادمه مثل النوت 8. وفي هذه الازمه بين لنا جشع وعدم احترام الموزعين المحليين لعملاء سامسونج، واللي حل الازمه سامسونج الام وحجزت فنادق واعطت الناس فلوس. وانا من المتضررين من نوت 7 لان شريته قبل الناس بسعر عالي، وبعدين اثنين ما رضوا يرجعونهم فبعتهم بخساره، واحد ردوا لي فلوس، والموزع الرسمي غير مسامح بفرق العملة اللي أنا خسرته وفرق السعر اللي أنا خسرته، مو مسامح. أنا قاعد أشتري مئات الأجهزة ما على قاصر فضل الله، لكن مو مسامح. في أزمة آيفون للبطارية، بكل تأكيد أن الشركة ما عندها أبدا الأدب مع المستخدم، لأنها تراه لا شيء، تراه قطيع. وهذا الأمر حصل أيام السيرفس، أيام ما عطوكم بمبر، منوا عليكم أن عطوكم بمبر. وبعدها حصل أيام انثناء الآيفون، الفضيحة الضخمة مالت آيفون اللي ما رجعوا لحد جهاز، إذا كنت بأمريكا مدري شنو عطيتهم مدري شنو جهاز كثير خير. وبعدها تسريب 1.3 جيجا لمشاهير العالم، فضايح جنسية تسربت من آي كلاود،
ممكن عندك الكثير من النماذج، لكن مستخدمينهم خلاص صار عندهم نوعية من المستخدمين ختم الله على سمعهم وأبصارهم. يعني في نوع منهم يشتري نكالة بغيره، يعني شوف صغر العقل، يقول لك أنا اشتريت نكالة فيكم، فينا وش دخلنا احنا. وفي عندهم نوع بعد اللي هو ما حد درى عنك. طيب اندريت. ليش منزعج؟ أول واحد ثنى الآيفون اللي صار حاليا من المشاهير، كان ما حد يعرفه ترى، عرفوه من ثنية الآيفون، قالوا له ما حد درى عنك، شلع الرجال ملايين. أو واحد يقول لك ما حد درى عنك بالعام، يعني يتعمد يحطها بالعام. طيب ما حد درى عني أنا، معناها أنت لا شيء، لأن أنت ترى أنه ما في مالك قيمة. وبما أن هذه نوعية جمهور أبل، لو ينفجر الجهاز بيده، لو يموت والجهاز بيده، يقول شهيدا فداء أبل. ولو انفجر الجهاز بيده وانقطعت مجموعة من أصابعه، يقول يا لبى يا لبى الأصبع الواحد اللي باقي. ناهيك عن عدد ضخم من مواقع الشبيحة المدفوعة من تحت الطاولة اللي ما راح اتكلم عن هذا الأمر ولا كأنه حصل. نشوف الحين المهنية اللي تغنون فيها، صم بكم، تلقاه ماسك الجهاز ويصور بسناب، يقول الأمان الأمان سناب شات طاق. بعدين بالمستشفى وإيده مبتورة، يقول حق الممرض لو سمحت امسك لي الجهاز، جهازنا وإحنا حلوين، وشوفكم على خير إن شاء الله، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. How about Samsung?